أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.
Thank you.
كره لقاء الله كره الله لقاءه.
صدقت يا سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سمعنا واياكم خاشعين منصتين للتلاوة، تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني، فضيلة الاستاذ القارئ الشيخ شريف عبد العزيز علي القارئ بمصر والعالم الاسلامي والقارئ القرآن الكريم والمقيم بخلة النجيلة التابعة لمركز مدينتكم حمادة. إدارة الصوت فرص الحديث الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف أولاد الحاج محمود عبد الكريم المقيمين بقرية الضيرية التابعة لمركز ومدينتكم حمادة. حضرة السادة المعازين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.